معك رشيد من الجزائر. يا أهلا ومرحبا سني. يعني أسألك وتأني. أنت سني صح؟ نعم سني. طيب لماذا وصف ربك من ضربوا نبيك الكفار لماذا وصف ربك الكفار الذين ضربوا نبيك بالقنادر والنعل أنهم مؤمنين؟ في أي آية؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا معنى لم ينفع عنهم الإيمان القتال. لون القتال بين المسلمين لا ينفي الإيمان في القلوب. كانوا كفار ما مؤمنين ما مسلمين راحوا يدخلونهم الإسلام. عبد الله بن أبي تعرفه صلى الله عليه وسلم؟ ما به هذا عبد الله بن أبي؟ تعرفه أنت؟ هذا اللي السنة يقولون عنه كبير المنافقين، مات كافرا منافقا، تعرفه؟ معروف أنه نعم. هذا صلى الله عليه وسلم هذا كان كافر قبل لا يدخل الإسلام ظاهرا، قبل لا يدخل الإسلام الظاهري اللي بعدين صار منافق ومات منافق. قبل لا يدخل الإسلام كان كافر. نبيك هو وجماعته في الصحيحين راحوا حتى يدخلون الإسلام يهدونه، فهو إجا هو وجماعته ضربوا الصحابة ونبيك بقنادر. أنزل الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني هو سبب النزول على هو هذا هو؟ اي مذكور صحيح البخاري. اي لم أعرف، أنا لا أعرف سبب النزول، ولكن أعرف أن الآية هذه عامة. الآن راح أعطيك، الآن ادخل على جوجل. أي معك؟ أيوة. ثواني. صحيح البخاري، بركاتك يا صحيح البخاري، بركاتك. أي اكتب يا العزيز، اكتب. نعم ماذا اكتب؟ دقيقة لو سمحت، دقيقة. ها قال، ها اكتب: لقد آذاني لقد آذاني نتنو حمارك، نون تا نون نتنو حمارك. اي عطى بحث واقرا الرواية. نعم عندي آية، عندي الله. مكتوب: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبوي، قال فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبقة. هذه هي. أي فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد أذاني نتن حمارك. قال فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منه. قال فغضب عبد الله رجل من قومه، قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال فكان بينهم ضرب بالذريع وبالأيدي وبالنعام. الله الله. قال قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفاتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. أها رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أول مرة أقرأ هذه الحادثة، ولكن هل المشكل يعني أن جميع من كان مع عبد الله بن سعود كانوا منافقين؟ أي نعم. ما يثبت أنهم كانوا جميعا حتى لأن المنافقين لم يكونوا معروفين. بابا افتهم أولاً كانوا كلهم كفار لأنهم ذهبوا ليدخلونهم الإسلام، هذا أولاً. ثانياً هل يوجد مسلم سني موحد يعبد الله عز وجل متزوج أخت الموحد يضرب النبي بالنعال على رأسه؟ ولكن مذكور أن أصحاب رسول الله هم الذين تضربوا وليس الرسول بذاته. هل مذكور في الحديث أنه أحد ضرب رسول الله؟ هسه أنت يعني هامتك انضرب بالنعال ولا ما انضرب؟ ضربه وضربه وجماعته، إجاب إجن بينعال ما إجا بينعال. هسه بعدين نفتح لها باب ونبحث إن شاء الله، نقيس النعل ونشوف، نرجع للفار نشوف النعل شلون تشامرت. المهم ضربه والنبي وصحابته. أخي كريم ما أرد أقول عنك كلمة، كبر عقلك لو سمحت. هو أدري بيك مصدوم، أدري بيك بس ارحم عقلك أنت.
أنت بشر، الله منطيك عقل، المعركة واضحة، نبيك تعرض إلى هجوم بالقنادر والنعل، حسك انضرب براسه ما انضرب براسه، المهم الهجوم صار عليه وعلى صحابته ممن رضوا عنه ورضوا عنه تحت طرابيزه. لا تصغر عقلك لو سمحت، موضوع واضح فضيحة، يوصفون بالمؤمنين، كارثة هاي. أسمعني؟ أنا أسمعك، تسمعني؟ نعم. لا، هذه الحادثة قال نصر تكمل الحديث أنها لا يستلزم النزول في ذلك الوقت، ولكنها نزلت. الآية كانت تنزل وفي الحديث بيان لسعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم أصبره على الأذى. نعم، الآية كانت تنزل مرة ومرتين عادي، افتهم. فهؤلاء مؤمنين في إحدى نزولات هذه الآية. يلا كمل دافع. هذه بيان على سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه يصف الكفار عبدة اللات والعزى ممن ضربوه بالنعال أنهم مؤمنين. وهم يقولون أنهم ضربوه، قال أصحاب محمد تخالفوا مع أصحاب عبد الله بن سليم. عبد الله بن سليم لأن حمية الجاهلية كانت مو مشكلة. فإذا من حلم نبيك أن يصف الكفار عبدة اللات والعزى ممن أرادوا ضرب ممن ضربوا أصحابه وأرادوا ضربه بالنعل أنهم مؤمنين، هذا أنت تقول هذا المؤمن أراد ضرب النبي الآن جاي ترجع تحاول ترجع للفار تريد تشوف نبيك انضرب بحذاء ولا ما انضرب. بابا هي صارت عركة ضد نبيك، أنت خلاص أنه ضرب بالنبي عندك دليل ما عندك خلاف بين أصحاب محمد وأصحاب عبد الله بن مسعود استعملوا قاعدة أبتشي. عندك دليل نبيك لم ينضرب بالنعل؟ لا اسكت. وهل أنت عندك دليل بأنه ضرب؟ فاحتمالية أنه كلالة نعال موجودة. شطب اسكت بعد خلاص. كلانا ليس دليل على هذا الحديث. خلاص فكلانا متعادلين، ممكن ما ضرب بنعال فات من يم وجهه إجا بوجه أبو بكر، وممكن النعال طقه بقصته. جيد؟ جيد. فنريد نوصل لهاي النتيجة الآن. هسه ما علينا إن شاء الله نشوفه تسلل ولا مو تسلل، مو مشكلة. النتيجة هذه أن ربك أن نبيك وربك يصفون عبدة اللات والعزة الكفار الذين رموا النعالات على الصحابة وعلى نبيك أنهم مؤمنين، وهذا من حلم ربك من حلم نبيك، صح؟ نعم نعم. جيد. فهذا يتبين لكم يا شيعة ويا سنة أن من وصفوا بالمؤمنين في القرآن عندكم إن كانوا صحابة أو مهاجرين أو تابعين فهذا لا يشترط إيمانهم الكامل، ممكن يكونون زنادقة، أبناء زنات، أبناء بغاية، كلب ولد كلب، حقراء أنذال، ولكن من حلم الله وصفهم الله بالمؤمنين. طارت الآيات التي تدل على إيمان الصحابة طارت، لأن ممكن يطلع. هل عندما يقتتل مثال أصحاب مقتدى مع أصحاب سيكون يعني ما عليك بمقتته، ما عليك بمقتته، أنت الآن طيرت إيمان الصحابة زمن بين الصحابة طير. أنت فتهم ما جاي يفتهم الاستدلال، الاستدلال أكبر من ربه، ما جاي يفتهم الاستدلال. أنت قلت أن من حلم الله يصف الكفار عبدة اللات والعزى أنهم مؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن الآيات التي تدعون أنها نزلت بإيمان الصحابة تدل على أن الصحابة بهم زنات، أبناء بغايا مركوبين، ولكن من حلم الله وصفهم الله بالمؤمنين. بعد
وش نقول لك يعني الاستدلال تاعك غريب صراحة. أي غريب؟ أي استدلال غريب جدا. غريب جدا أي. لأن كلمة المؤمنين هنا كلمة عامة وليس بخصوص. أي. فالذين يبايعونك تحت الشجرة، فوق الشجرة، وراء الشجرة، بعد الشجرة، ممن رضوا عنه ورضوا عنهم، هم المهاجرين والأنصار، تبعهم وحب سرحان وقمعة وحمدان ومحمدان، هذين كلهن لمهن. بعد ما تستدل بهن على الشيعة أنت بالذات مالك حق. ليش؟ لأن ربك يصف الكفار، الزنات، أبناء البغايا، الذين ضربوا نبيك، الذين ضربوا عائشة، الذين كفروا بالله، الذين ماتوا زناد، لأن عبد الله بن أبي مات كافرا، مات منافق كافر، الذين ماتوا كفار معاندين لله يصفهم الله بالمؤمنين، وذلك من حلمه. فإذا القرآن من وصفه بالمؤمن ليس دليل على أنه مؤمن، لأن الله عز ربكم يصف الزاني الضارب لنبيكم الكافر به مؤمن. هناك المحكم وهناك المتشابه. نعم. أليس كذلك؟ وهو كذلك. إذن نحن نرد المتشابه إلى المحكم. شوف اترك عنك كلاوات محكم ومتشابه، اترك عنك كلاوات. شوف أنا ما سايرتك أجاوبك على الكلام اللي طرحته أنت. هذا كلامك اللي طرحته في موازين دينك ما يصح. ليش؟ لأن عبد الله بن أبي لا يجوز أن تصفه بالمؤمن، ما يجوز، حرام. إنما المؤمنين الذين آمنوا باليوم الآخر، بالأخير يصير بالباص، المكان بالأخير تعرفه، هذا كتلتوني بي كتل اليوم الآخر، والشيعة خذوه من عندكم وصار من ضمن العقائد، ضيح الله حظهم. اليوم الآخر تعرفه، اليوم الآخر الكرسي الأخير بالباص، هذا لم يؤمن باليوم الآخر، هو هذا أهم شيء عندكم اليوم الآخر. فشلون من لم يؤمن باليوم الآخر تصفه بالمؤمن؟ عموما اسمع من عندي، اسمع من عندي، وأنا إن شاء الله مثل جدك، روح بقول العلمائك كيف الله عز وجل يفضحنا أمام القريشي ويصف الكفار المنافقين الزنادقة الذين ماتوا كفار كافرين بالنبي وبسنتك عبد الله بن أبي أنهم مؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف؟ وبعدين ارجع اتصل بي.